يا مرحبا وحيا الله اللي يشوفونا على روتانا خليجية في ساعة شباب. اليوم حلقة إن شاء الله مليئة بالفنون وفنون مختلفة، حنروح من الغناء إلى فنون الحرف اليدوية في تشكيل الصلصال وإلى أيضا فن آخر في التصوير. كل هذا وأكثر، ولسه الأخبار جاية بعد ما نمسي عليكم ومسي على الجميع. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من برنامجكم ساعة شباب، ورح يكون أكيد ختامها مسك لهذا الأسبوع مع الحلقة الفنية اللي راح تستمتعوا فيها كثير اليوم، ونحن أيضا راح نستمتع فيها، وأقول لكم ساعة كاملة راح نقضيها معاكم بكل حب عشان نعرف راسنا فين من رجلنا. نشوف العناوين مع بعض ونرجع. اليوم في ساعة شباب، استطلاع النصيحة للأصغر مننا سنا، كيف ممكن تكون؟ الفنان عبدالله العامري في ضيافة ساعة شباب. التصوير الإعلامي مبدعين في سن الشباب، قطع فنية وإبداع بخامة الصلصال، وفي الأخبار خيول تثير الدهشة بشوارب تشبه البشر، ومشاركة الرجل بالأعمال المنزلية تجعله أكثر سعادة. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. خلاص طبعا اثناء العناوين كنا قاعدين نضحك شوي عشان خلاص عرفنا راسنا فين من رجلنا، ودحين ايش حنقول؟ الان عندنا الان فقره الاستطلاع اللي اكيد طرحناها عليكم على تويتر، سؤال بسيط ولطيف ولكن عميق جدا بفكرته. اكيد طبعا، اذا احببت ان تنصح الاصغر منك سنا، ايش النصيحه اللي ممكن تقدموها لهم؟ وصراحه عندي نصايح، يعني خذوا النصيحه من الاكبر منكم. ليش؟ لانه عاش كل التجارب اللي انتم مريتوا فيها في حياتكم، فاذا هذا الكبير قدم لكم نصيحه لازم تعملوا فيها، لانه حقيقي يعني اسمع نصيحه مجرب ولا تسمع نصيحه دكتور. بس مو دائما، مو كل كبير نسمع كلامه. الا طيب نشوف الردود بعدين نتناقش. أوكي يلا نشوف الردود في تويتر. مين؟ مريم تقول راح أقول ألعب وأنبسط، بس لا تنسى نفسك ومستقبلك، لأن ما حد حيهتم لأمرك. شهادتك هي سلاحك وأخلاقك هي سيرتك. أنا عادة أتبع أسلوب الحوار والنقاش. حلو يا مريم، هذا أحلى أسلوب. رزاني تقول جميل جدا، أنصحه أكيد بالشيء السليم، وأوضح للأشياء المهمة اللي لازم يكون منتبه لها وتكون طريقتي معه كأنها سالفة وكذا عشان يتقبلها مني. حلو، أحد الأساليب أيضا. مزون تقول النصيحة اللي بتبعها أني بنصحه على الطريق الصحيح وأرشده وأوعيه بالأسلوب اللبق والمحترم، الطريقة أني أرغبه دون ما رهبه. ويسعد مساكم ومساك مزون. سوم المنصوري تقول يسعد مساكم لما وطراد، بالنسبة للطريقة أنصحه باحترام الكبير وأنصح الكبير والصغير، والكلمة الطيبة مهما كان اسلوب لاخر معك. كثير منهم ركزوا على الاسلوب بس ما اعطونا النصيحه. ايوه بس في البدايه اعطونا النصيحه. جود تقول راح انصحه بانه ما يجرح احد وهو جاك العلم، ويحسب حساب اي كلمه يقولها لغيره، ويحب الخير لغيره. والمهم في النصيحه الاسلوب عشان يتقبلها ويفهمها. صادقه يا جود. سناء تقول احب الواقعيه اكثر من الخيال، علشان كذا اعطيهم الواقع المرير. حلمك ما راح يتحقق على طبق من ذهب، كل شيء صعب ولكن بالاجتهاد بيسهل مع الوقت. صادق يا سناء. والله انا احب الزبد هذه، يعني خلاص تخلي الواحد عارف وينتبه من البدايه. صحيح. الكاتبه شروق تقول اي خطا صار بحياتي ما بيتكرر معاه، واي شيء سيء صار لي ما بيتكرر ويمسح من حياته. كلمه مستحيل لا يحقق احلامه الا بالطريقه الصحيحه، طريقتي. نتصاحب ونكبر ابنك خاويه. دقنا تقول كن حذر مع الناس لانهم ابو وجهين، عامل الناس زي ما تعاملك، لا تعطي شخص اكبر من حجمه، انسحب بهدوء من حياه شخص مصاحبك عشان مصلحه، المجامله لها حدود. عامل الناس كما تحب ان تعامل في وجهه نظري، لانه اذا عاملوني زي ما عاملوني حاكون بالمثل، لكن لك وجهه نظر. عامل الناس كما تحب ان تعامل. صحيح. او يظل الخير دائما موجود. انا ليش قلت لا في البدايه لمياء؟ ما اسمع كلام اي شخص كبير، لانه ممكن في كبار في السن، يعني هو يعني مو شرط يكون عنده الخبره، لكن صحيح. مرت عليه الايام وصار كبير فجاه من غير ما انت صادق ترى اكيد وجهه نظر احترمها، ولكن يعني انا كنت من الناس خصوصا فتره المراهقه جدا عنيده وما اسمع كلام اي احد واسوي اللي براسي،
لما كبرت اكتشفت انه كله كان غلط، وكان النصح او الارشاد اللي بيجيني من اكبر مني سنا كان كله لمصلحتي وخوفا علي، وما استوعبت هذا الموضوع الا بعد ما كبرت ومريت بكثير من التجارب. يعني الواحد لو يعرف انه قدره بعد ما يكبر ويوصل للي هو يتمناه في حياته، صدقني ما بيسوي اشياء كثير، خصوصا فتره المراهقه والاطفال في هذا السن او الشباب في هذا السن ما ينفع نقول لهم اطفال، لكن اسمعوا نصايح الاكبر منكم سنا، واهم شيء الكبار الاسلوب، ترى في النهايه في شباب مره مراهقين ويهمهم كثير الاسلوب في هذه النصيحه. الاباء والامهات نوجه لهم تحيه على تربيتهم وتوعيتهم لابنائهم. يا رب الابناء الصغار او الشباب الان اللي في سن المراهقه، يعني لا تصعب الامور عليهم، ترى يعني يحبوكم من قلب، فبالعكس خلوها علاقة تكامل حتى لو كان في عناد. وأكيد نرحب بضيفتنا الموجودة معنا اليوم بالاستوديو دانا أسامة، حتقدم لنا أحد الفنون التشكيلية وهو فن الصرصار والحرف اليدوية بفن الصرصار. كيف حالك يا دانا؟ مشرفتنا. الحمد لله بخير. جاهز من شايف صرصار ولا هو قطع صغيرة حتكون؟ لا هي موجودة هنا. جميل، باللون الأبيض حتكون كلها؟ لا، فيها هو المارشميلو اللي حسويه قدامكم يحتاج اللون الأبيض. نقدر نعرف الشكل ولا تبغي بعدين مفاجأة؟ ها؟ نقدر نعرف الشكل اللي حتسويه؟ المارشميلو والكوكيز. اوه ان شاء الله. أكل الصرصار، بس يا جماعة لازم تنتبهوا ما تاكلوها بالنهاية لأنها راح تكون صلصال. فات، حنكمل الأخبار ونعرف ايش الجديد اللي عندنا. راجعين. حياكم من جديد مع فقرة الأخبار ومنوعات اللي بقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. المميز عندك لمية اليوم أخبارك كلها عن الحيوانات. أي أكيد. وأغرب الأمور، لكن قبل ما نبدأ مع هذه الأخبار عن الحيوانات حنتكلم على القارب الطائر، ونصير نشوف العجب آخر أيامنا هذه، مستقبل نحو التنقل جوا وبحرا. تم إزاحة الستار عن هذا الاختراع الجديد اللي هو عبارة عن قارب وطائرة في نفس الوقت، يمكن أن تحمل 100 راكب وتنطلق بسرعة 250 كيلومتر في الساعة، كما تحلق كطائرة عن طريق إبراز وسادة هوائية تحت جناحيها، ويمكن استخدامها أيضا لمهام مختلفة. واو، تكنولوجيا. بس يعني كم تتسع لكم شخص هذه الطائرة؟ نقول لك والله ما ذكروا، بس يعني هو أهم شيء الفكرة، يعني تطلع هي تطلع فكرة حتى لو ما في أحد، بس 100 راكب يقول لك. حلو. عموما نروح لأخباري، خبري الثاني، وخبر الغرائب في العالم ما بتنتهي أبدا، كثير بنشوفها لكلبة تدخل موسوعة جنس، بس إيش كان السبب؟ الحمد لله حصل خير، عفوا يعني الحلق، الحمد لله. كلبة تدخل موسوعة جنس لأطول لسان في العالم والغرائب في العالم لا تنتهي. طبعا زي ما احنا شايفين الصورة، هذه المرة دخلت كلبة من ولاية ساوث داكوتا الأمريكية موسوعة جنس للأرقام القياسية بوصفها صاحبة أطول لسان في العالم، ويبلغ طول لسانها 18.58 سنتيمتر، محطمة الرقم السابق والذي كان 11.43 سنتيمتر. ومن اللسان إلى الوجه وأوجه البشر اللي أصبحت تستخدم للتعرف على حسابات إلكترونية، وهذا اللي حاصل مع فيسبوك اللي بتختبر الآن خاصية التعرف على الوجوه عشان يستردوا الحسابات. أكدت فيسبوك أنها بتختبر هذه الميزة الجديدة للأشخاص اللي حابين يتحققوا من ملكية الحساب بسرعة وسهولة خلال عملية استرداد الحساب زي ما احنا شايفين الآن في هذه الصورة. وتستخدم هذه الخاصية بالتعرف على الوجوه فقط على الأجهزة اللي سبق للمستخدم أنه سجل الدخول منها. فكرة جديدة والله. جيدة، هي يعني صارت رائجة وصارت تستخدم في كذا حاجة، والآن فيسبوك يعني بيحاولوا يتواكبون مع الأجواء اللي حاصلة. إلى خيول تثير الدهشة، وكان السبب طبعا بسبب شواربها اللي تشبه كثير شوارب البشر، وقالوا تعد سلالة الخيول الغجرية فانر من أغرب أنواع الخيول في العالم، لأنها تمتلك هذه السلالة الشوارب اللي شبهوها بالكثير من شوارب البشر، وتختلف أشكال هذه الشوارب بين قصير أو عبارة عن شعيرات متفرقة، بينما يكون البعض الآخر كثيفا بشكل ملفت جدا. والله أنا حبيت، يعني حبيت شفت الشنب نوفمبر يعني هذولي
أول مرة صراحة أشوف خيول بشنبات. نوفمبر ستايل، صراحة أنا لو شفتها ترى على فكرة في النت مستحيل حصدق، حقول هذه فوتوشوب ولا أي حاجة، يعني شيء غريب. بس باين إنهم مرتبين لهالهم، مقصقصين. أي لا مرتبة، أظن حاطين لها واكس أو شيء. عموما إحنا ننتقل إلى حاجة على طبطابك جاي هذا الخبر طبعا، لأنه عنوان هذا الخبر يقول لك مشاركة الرجل بالأعمال المنزلية تجعله أكثر سعادة. هذا المفروض يكون من البداية أصلاً. أنا عارف، أنت عارف إنه أنا هذا المفروض أيوة أنت أنا مع دائماً صحيح. وأحب المشاركة وكل شيء، بس هي مبنية طبعاً على دراسة، وكشفت دراسة اجتماعية بريطانية أن الرجال الذين يشاركون زوجاتهم في الأعمال المنزلية من كي الملابس وتلميع الأثاث والأرضيات هم أكثر سعادة من أقرانهم من الرجال اللي يحجمون عن إنجاز هذه المهام. يعني الجميل في الموضوع انه لا، في الفترة الأخيرة صرنا بشوف كثير من الشباب صار عندهم هذا التفتح، وصاروا عادي انهم يدخلوا المطبخ يطبخوا يوم هم يوم الزوجة. فاسمعوا وركزوا كثير في هذه الدراسات لأنه بيجيب لكم السعادة. والله التفتح هذا موجود من أكثر من 1400 سنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أكيد يشارك أهل بيته في أو في مساعدة أهل بيته في أعمال منزلية، فما هو جديد، لكن احنا نحتاج دراسة وقلنا وعلماء، ما يبغى له هذا كله، يعني نرجع للتاريخ ونرجع للأساس والأصل. أكيد نتمنى تكونوا قدوة للرسول. ونروح لخبري الأخير الموجود معاي اليوم. الخبر هذا راح يفيد الكثير من مرضى السكر لأنها حقيقي جدا جميلة، القطع المعدنية تحت الجلد لعلاج السكري بديلا عن الأنسولين، وتبدأ الإمارات العربية المتحدة في يناير المقبل استخدام تقنية جديدة لعلاج السكري بزرع قطعة معدنية تحت الجلد بحجم عود الثقاب ولا يتعدى طولها 5 سنتيمترات. القطعة تعمل على تحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين بكمية تكفي هذا المريض لمدة عام، ممكن أنت تستغنى عن إبر الأنسولين مقابل هذه القطعة المعدنية. هذا إنجاز، هذا جداً حقيقي إنجاز، لأنه في ناس بيجيهم الكومز هذه لما ما بيقدروا بياخذوا الأنسولين أو بيتعرضوا صحيح لمشاكل أو يعني في الطرقات بيتأخر، يعني إيش ما يكون. بس والله من أجمل الأخبار اللي سمعتها التقنية. سعيدة جدا بهذا الخبر. أكيد يلا خلصنا. أنا والله متحمس أشوف الصلصال إيش حيصير عندنا إن شاء الله. بس أهم حاجة إنه يعني نشوف كيف اللي حاصل، يعني عندنا في انستغرام كثير من هذه الصور اللي بتشوف فيها الصلصال بالأشكال الغريبة، فحنبدأ نقارن بعد ما ننتهي من هذه الفقرة في نهاية ساعة شباب. راجعين بعد الفاصل. اليوم الخميس الونيس وأكيد راح نبدأها بفقرة فنية. اليوم طبعا دائما بالتنوع، واليوم حنتحدث مع أحد الشباب اللي أبدعوا في مجالهم، وثاني مرة مشرفنا في ساعة شباب عبد الله العامري. حياك الله بساعة شباب. الله كيف أمورك؟ ماشي حالي الحمد لله. مشرفنا علينا عبد الله. لازم نطول الغابات جاب الغنائم. يلا حنشوف الغنائم إن شاء الله اليوم. الله يسلمك. طيب بداية، يعني بما أنه هاي ثاني مرة في حاجات كثير أتغيرت، يعرف أول حاجة إيش جديدك اللي صاير؟ إن شاء الله في أغنية من الحاني للفنان حب أحييه حبيبي صديقي محمد بحشوان، إن شاء الله شغالين عليها، وفي كمان أغنية من كلماتي والحاني إن شاء الله راح تنزل إن شاء الله. طب كفنان شاب عبد الله، نبغى نعرف إيش الفرص المتاحة للفنانين الشباب حاليا؟ هل هي فقط الحفلات والمناسبات، ولا في فرص كبيرة جاتكم كالمشاركة في مهرجانات كبيرة؟ ممتاز. بالنسبة للمهرجانات الحمد لله، يعني دحين ما قصرت هيئة الترفيه، فتحت لنا فتحت لنا مجال مرة كويس، فما شاء الله مع السنة هذه قاعد نتطور مرة كثير، وفتحت لنا مسارح وصار لنا مكان يعني نغني فيه الحمد لله، مو زي الموسم اللي فاتت. جميل. طب مسألة الدويتوز اللي بتحصل بين بعض الشباب والبعض الآخر بيبعد عنها إلى أن يلاقي، يعني أبغى أعرف بس هل هي سهلة ولا هي مسألة يبغى لها لازم علاقة قوية بين فنانين، أو إيش اللي بيصير بالضبط؟ ممتاز. بالنسبة للدويتو يعني أنت تتكلم عن فن، فإذا سمعت صوت حلو راح تفهم بعض على طول، فحتغني معاه كويس، يعني مو شرط إنه لازم علاقة قوية، يعني عادي، يعني كل فن هي اللي بتطلع هذه التوليفة بين اثنين. إيه طبعًا طبعًا. أي طبعًا. طيب. كل واحد حيكتشف الثاني وحيبدأ شيء مرة كويس.
طيب ايش رايك تغني لنا عبد الله؟ ايش راح تسمعنا؟ طيب نقول يا بعدهم كلهم لا يا بعدهم كلهم يا بعدهم. احنا طبعا نوجه تحيه لبسام حسين ايضا عازف المفاجئ معك، يعطيك العافيه بسام. طيب مع بسام هو يعزف. اوكي مع بسام. اوكي لا اشتغل. بعدهم كلهم يا سراجي بينهم، عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم، عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم، ياخذون اللي يبونا كل هالعالم وكونا، الا قلبك يتركونا لا تمس ايدهم، ياخذون اللي يبونا كل هالعالم وكونا، الا طلعت يتركونا لا تمس ايدهم، الا لم يتركونا لا تمس ايدهم. بغني معك بغني معك يا عبد الله، بس صوتني بس يعني كمان اغنيه حبتها مالي دخل طالعه منك، يعني عارف بتخلي الواحد يبغى يشاركك، عارف احساسك كويس. يا يعني كنت اتمنى مشاركتك عبد الله حقيقه في هذه الاغنيه تحديدا، لانها من اكثر الاغاني المفضله عندي. بس ابى اسالك سؤال، يعني كونك عازف ومؤدي او مغني، هل هذا بيعطيك امتيازات كبيره ممكن انت تستفيد منها كفنان شاب؟ ممتاز، ايوه بالعكس، يعني بالنسبه للالات والمعزوفات راح تطور جزء كبير للفنان. مثلا انا الحمد لله يعني بعد ما عزفت الاله اكتشفت فين انه في ميزه تلحين، ايوه قدرت الحن، قدرت يعني اغني في حاجات في عرب ما كنت اعرفها بعد ما عزفت، بالنوتات تبدا تطلعها وتبدا انت ترددها. يا سلام يا سلام، هي كلها مشتركه، يعني الصوت هو اصلا اله الانسان، فانا قاعد اعزف اله بيدي، فحاجه مشتركه يعني. صحيح، هو حتى التمرين بيصير من خلالها. طبعا طبعا التمرين مهم. تشوف نفسك. طب من خلال دام انك بدات في التلحين وعرفت كيف التلحين قد ايش قوي، مؤخرا سنلاحظ في الاغاني اللي هي الرائجه اخر شيء حقت الشباب في تقارب في الالحان او في الستايل هو، او ايش بالضبط اللي حاصل؟ لانه في حاجات تلاقي الاغاني زي بعض صايره، فايش ايش السبب؟ ممتاز، حاليا اغلب الاغاني حقت الشباب ماشيه على مقام واحد، او نقول اغلب 80% مقام الكرد ماشيين على مقام الكرد اغلب الاغاني. فليش هم ماشيين على مقام الكرد؟ لانه مقام محدود وسهل، فالكل قادر يغني عليه. مقام الكرد تقدر تسمعني هذا مقام الكرد زي بعدهم كلهم. بعدهم كلهم تعتبر كرد. اوكي ايه واغاني كثير يعني، فهو مقام سهل واي احد يعني يقدر يغني. بالنسبه للمقامات الثانيه ليش بعدوا عنها؟ ممكن عشانها صعبه شويه وقليل من الفنانين يغنوها. زي العجم والصبا، الصبا حزين مره. الصبا ايوه الصبا حزين، لا العجم جدا حلو ودارج يعني، بس الاغلب دحين الكرد ماشي. طيب ايش رايك تغني لنا عبد الله؟ صراحه ما ملينا من صوتك ابدا. فايش راح تسمعنا؟ نقول حاجه بالعود. يا غالي الاثمان غلوك من الحين. طبعا هذه الاغنيه اهداها لابوي، يعني هو يحبها مره الله يسلمك. يا غالي الاثمان غلوك من الحين، من يوم سموك جميل المحيا، من يوم سموك جميل المحيا،
شخص تمنيته، شخص تمنيته، شخص تمنيته على العدل والبين، والحمد لله يوم خليت هيا. شخص تمنيته، شخص تمنيته، شخص تمنيته على العدل والبين، والحمد لله يوم خليت هيا. يا غالي الأثمان غلوك بالحيل، يا غالي الأثمان غلوك بالحيل، من يوم سموضك جميل وحيا، من يوم سموضك جميل وحيا. اهلا عبد الله، نجاه له تحيه طبعا. الله يخليك لنا وراسك، الله يخليك دائما، خليكم مع بعض. واضح الدعم منه كبير، دعمني مره كثير، هو اصلا اساسي في الفن والله، هو اسس عبد الله ما شاء الله تبارك الله. يخليكم البعض. عبد الله، باخذ رايك وجهه نظرك موضوع اخر، برنامج المواهب اللي في الفتره الاخيره قدمت كثير من الاصوات في الساحه الفنيه الجميله، بس ليش بعد ما طلعوا على هذه البرامج نلاحظ تواجد هذول الفنانين جدا محدود في المجال الفني؟ ايش بنظرك السبب؟ صراحه السبب بالنسبه لي اشوف انه برامج المواهب او نفس الفنان اللي يدخل هذه البرامج ليش ما يظهر، انا اشوفه اجتهاد شخصي، ما اشوف انه يعني لازم الشخص اذا دخل هذه البرامج انه يطلع، لا، اذا اجتهد على نفسه. زين نشوف الحين الفنانين ما شاء الله، اسماعيل مبارك فين كان في نجم الخليج كانت شهاداته شوي قليله، لكن اجتهد على نفسه. صحيح صادق. اجتهد ايوه، فطلع في مقوله دائما تقول لك الموهبه لا تكفي ابدا، خصوصا الفنان يحتاج يكون ذكي جدا في طرح اعماله وطريقه ايضا طرح اختيار الالحان والكلمات، وانتم ادرى طبعا في هذا الموضوع. وعلى طاري الاغاني اللي بتنزل الاختيارات، في اغنيه لك خاصه فيك، بس انا بنعرف تفاصيلها، عرفنا عليها بس نعرف تفاصيلها قبل ما نسمعها. ممتاز. هي اغنيه من كلماتي والحاني، الى الان ما اخترت لها اسم صراحه، فزي ما قلت لكم ميزه التلحين شويه بدت عندي، زي ما اقول مع عتمه الليل كذا جات كلمات حلوه، فلحنت والله. بناء عن تجربه شخصيه عشتها ولا كذا كلمات طرأت عليك؟ كيف انت؟ يعني انت كتبت الكلمات بتقول؟ ايوه انا كتبت. ايوه، فهي الكلمات كتبتها عن حاله عشتها ولا؟ لا لا لا, لا لا، هو الفنان راح يحس بكل شعور حتى اذا ما عاشه. ايوه، هذول الفنانين الحساسين، يعني مؤدي وكاتب وملحن ما شاء الله عليك. عبد الله خير، طب نسمع منكم، نسميها بعد ما نسمع نشوف ايش بيصير. طيب ممتاز. يا ترى طول غيابك ولا شوقي لك شديد، يا ترى أنا في بالك ولا لا هي بعيد، يا ترى طول غيابك ولا شوقي لك شديد، يا ترى أنا في بالك ولا لا هي بعيد، انشغل بالي عليك وبكل وقتي احتريك، ارحموا قدر شوي بس طمني عليك، بس والله
متحمس على الكلام والله ما شاء الله يا عبدالله. صوتك جميل وأدائك أجمل حتى يعني أنت بتقول بس ترجع الكلمة اللي قلتها في حكاية أول ما تعرف يعني بدأت تلحن العرب اللي تطلع وتنزل واكتشفت عرب فيك ما كنت عارف ايش هي وفي حاجات جميله جدا نسميها يا ترى ولا نسميها حلو الاسم على فكره حتى انا جاء في بالي نفس الاسم هذا يا ترى جدا جميله بس نبغى نعرف متى راح تنزل هذه الاغنيه ان شاء الله هو الى الان شغال عليها راح اشوف ايش افضل شيء اقول وايش كذا يعني بس ان شاء الله في التوزيع يعني عندك تغييرات في التوزيع بالنسبه للتوزيع لا جاهز انا قصدي في اللحن تعرف يعني الملحن تيجي الحان كذا لازم يثبت على حاجه ايوه تجرب كذا حاجه وفي اشياء يكون افضل من يعني الحان صادق أيوه صح وغير أيوه كذا لازم يكون مقتنع مليون بالميه بالاغنيه اللي راح ينزلها وراح يطرحها خصوصا اذا كانت اول اغنيه لك تنزلها صح على الساحه صح حقيقه صح لازم يكون شيء قوي اتمنى لك كل التوفيق صوت جميل واحساس عالي جدا وعازف وملحن وما راح نشبع من صوتك يا ريت تسمعنا اغنيه طيب نقول بها ما نطلع فاصل الحين عندنا وقت او نقدر طيب يصير نسمعها ونطلع بها فاصل طيب اوكي حنقولها بالاورج الله يسعدك يعطيك العافيه على مشكورك ايضا الله يخليك على عيني وراسي كان عينيك عرفك تنساني في ثواني مش هيفضك كتير مكاني والليلة دي أنا هبقى ماضي وذكرى لي لو كان عليك صعب تبكي عليك علي مستحيل تحن إلي وانت بعت هوايا ضيعته بإيديك ما سألتنيش ولا حتى كان فارق معايا لو هعيش أو هموت من غير هواي بقول لك يفرق كل الكلام هيفرق لو كان علي الموهبة دائما ما تقتصر على عمر معين فدائما بنلاقي في ساعة شباب كثير من المبدعين والفنانين من أصغر عمر إلى أكبر عمر ومرحبين بكل الأعمار بكل الفنون وإلى فن التصوير أكيد طراد مو بس كذا تصوير في المجال الإعلامي واللي تميز فيه ضيفنا المتواجد معنا اليوم في ساعة شباب خلونا نرحب في المصور محمد زمزمية هلا فيك معنا في ساعة شباب يا هلا فيكم مشرفنا محمد كيف أمورك شرف لي طيب. الحمد لله تمام بداية نبغى نعرف ويريد تقول لنا أكثر إيش الفرق بين التصوير العادي والتصوير الإعلامي التصوير العادي يعني زي في بعض الناس اللي يصوروا اليوميات هذا يعتبر من التصوير العادي أو ممكن برضو يعني التصوير الفوتوغرافي العام يعني مثلا كتصوير المنتجات كتصوير حياة الشارع يعني مثلا زي كذا هذه الأشياء تكون التصوير العام لكن التصوير الإعلامي يعتمد على يعني تغطية صحفية يعني مثلا كتغطية صحفية أو تغطية إعلامية خصيصا لموضوع معين يعني مثلا كافتتاح حفل كتغطية خبر يعني هذه هي اللي تقتصر على الإعلام وانت تميزت في هذا المجال نعم تميزت بها شوية يعني نقدر نقول سبب اختيارك لمجال التغطيات يعني مجال التصوير الإعلامي تحديدا فإنك انت تحب تغطي الأحداث ولا في نقاط ثانية حببتك في هذا المجال؟ هو حببتني هذه النقاط لكن برضو اللي أضاف يعني هذا الشيء
الاحتكاك بالكبار كبار السن في خصوص الإعلام، الاستفادة منهم، تطوير المهارات اللي عندي، والعلاقات أيضا يعني، والعلاقات العامة برضو لها دور كبير. ممتاز ممتاز، سبب يعني كافي والله. الواحد إنه أعتقد كمان العلاقات تخلي الواحد قوي في تعاملاته، حتى في وجوده في أماكن أكثر بعد كده. إيوه طبعا طبعا، حتى العلاقات يعني العامة يعني حتى بستفيد منها بحياتي اليومية كتصوير، يعني مثلا علاقات عامة كل المناطق، حتى القطاعات العسكرية، يعني حتى بغطي الحفلات العسكرية، فبستفيد يعني من هذه العلاقات. حلو. طب محمد، يعني بنسمع كثير وبيقولوا أنه التصوير الإعلامي أسهل من التصوير العادي بكثير، وما يحتاج لتفاصيل كثيرة ودقة في إنتاج هذه الصور، فهل هذا صحيح ولا لا؟ لا طبعا، التصوير الإعلامي يعتمد على المصور نفسه في اختيار الزوايا، اختيار الحدث نفسه، يعني أنت بتصور تصوير إعلامي بتوثق حدث معين، فالحدث هذا لازم توضح كل شيء فيه، يعني مثلا كافتتاح حفل بيحضر فيه الأمير، أنت بتوضح الأمير، وضح الحفل كامل، وضح إيش بيسوي الأمير، إيش الافتتاحية في البرنامج حق الفعالية نفسها. فلا يعني يحتاج معايير خاصة بالتصوير الإعلامي أو التوثيق الصحفي. حلو، ايش هذه المعايير؟ زي ما ذكرت قبل شويه، يعني السرعه البديهه يعني المصور كل لحظه لازم يستغلها. يعني انا كمصور او كهاوي تصوير، تصوير راح يكون على السريع، تصوير اللقطات المستمره، لانه حستفيد يعني منها، يعني اخذ كم صوره مثلا في الثانيه، ايوه حثبت صورة واحدة هي اللي راح تكون الصورة المناسبة، يصير تنتشر دائما في كل الأماكن اللي ايوه هو باسمها. هو يعني حاخذ كم صورة وحصفيها، بعدين حتصفى على كم صورة يعني معينة، حتكون هي المميزة بين كل الصور، يعني بالذات الصور الأكشن زي ما احنا شايفين الصورة هذه حقت العسكر، حتصور عدة صور متتالية عشان تاخذ يعني أفضل صورة منها. لقطة مثلا إذا أحد ناط، إذا أحد بيتحرك، إذا في شيء، هذه تفرق معك كثير. طيب، واحنا بنشوف هذه الصور، انا ابغى اسالك في حاجه مره مهمه، هذه مثلا صور حدثيه بتحصل في احداث، فيها حركه وفيها يعني انت بنفسك بتتحرك ايضا، مو بس الصوره اللي بتتحرك. أيوة. فابغى مثلا خلينا نشوف الاحداث اللي مثلا بتلتقي في فنانين او شخصيات مهمه في المجتمع او رجال اعمال، وبتكونوا مجموعه من المصورين الفوتوغرافيين للتصوير الاعلامي. شخصيا شفت انا كذا يعني مره بتوقفوا وقفات اوقات منظمه واوقات غير منظمه، يعني في مره من المرات كان صراحه من انجح المرات شفت فيها التصوير، كانوا واقفين زين نصف دائره وكله بيصور، وفي مره ثانيه لقيت الكل لا بيدخل على الثاني، صار في دفدفه وما كان في بروفيشنال في الشغل. ليش اللي بيحصل كذا وليش كذا وايش الافضل؟ طيب، هذا اول شيء، يعني اكبر سبب، يعني اكبر سبب رئيسي حيكون من المنظمين نفسهم، يعني هم ما بيعينوا شيء مرتب للمصورين. يعني انا كمصور احتاج ترشدني، تقول لي انت يعني اوقف في هذه النقطه صور، او يعني اذا كان يعني مثلا كاخر تغطيه حضرتها حقت وزير الحج، يعني المكان كان صغير، يعني كان المفروض تنظيم من نفس المنظمين في الحفل هناك، يعني يقولوا للمصورين اوقفوا هنا او بالترتيب، يعني كل شويه واحد يطلع يصور ويرجع عشان يبقى مجال يعني اشاره لكل المصورين متى يطلع ومتى يرجعوا. نعم صحيح، المفروض. ايوه نعم، اوكي، هذه حلو. اتوقع اذا كان موجود هذا التنظيم راح يكون التصوير اسهل ونقل الحدث بطريقه صحيحه واسرع يعني. ايوه يكون افضل يعني، وحتى اختيار الصور، اختيار الزوايا لها دور كبير يعني، فمع التنظيم بنقدر نصور افضل. طب محمد، خلينا نتكلم عن السوشيال ميديا، يعني أنا أشوف كثير من الفنانين والموهوبين حاليا سواء الفوتوغرافيين والمصورين في كل المجالات المنافسة عندهم جدا قوية، وصاروا بيحسبوها بعض الأشخاص بزيادة عدد الفولورز، عنده فولورز كثير فهو مبدع، عنده فولورز كثير ما بيلتفتوا على جوهر الصور وصور قد إيش هي جميلة. شفنا أغلب صورك اللي انعرضت معانا اليوم، تصويرك جدا جميل وأنت مبدع، بس كيف بتشوف المنافسة في عصر السوشيال ميديا؟ المنافسة، أنا كشخصيا يعني ما همني أبدا عدد المتابعين، همني اللي بيتابعوني هم يعني نفسهم كمنتقدين، ككبار شخصيات، هم هذول اللي يهموني أكثر يعني. أما كعدد متابعين لا، يعني مو شيء ضروري أو شيء مهم يعني. فاللي يعني يهم أكثر اللي بينتقدك في التصوير، عشان يكون انتقاد بناء تقدر تطور من نفسك.
جميل، حلوة الثقة الموجودة فيك محمد والثقة الموجودة في شغلك اللي بتقدم. بس أنت يعني الآن عملك خلاص الآن متكامل، ما تحتاجوا كمصورين فوتوغرافيين للمجال الإعلامي، أي حاجات أي نواقص أي أمور تحتاجوها تكون موجودة عشان يكون شغلكم أفضل وأرتب، صحيح ولا في حاجات؟ لا يعني هو الحمد لله كل شيء تمام، أهم شيء يعني يكون عندك تصريح صحفي عشان تقدر يعني تدخل تصور وتغطي الأحداث بدون ما حد يعني يعترض عليك ولا أي شيء، وهذا من حقهم طبعا يعترضوا عليك إذا ما كان معك تصريح صحفي. محمد زمزمي كمصور إعلامي نشكرك، وأكيد حتكون قدوة لكثير من الشباب اللي يبي يدخلوا في هذا المجال بإذن الله. الله بإذن على حيجي يسألوا ما عنده مشكلة أحياناً. أكيد محمد أتمنى لك كل التوفيق، والحين راح ننتقل للمبدعة في الحرف اليدوية وخصوصا حرف الصلصال أو الشغل بالصلصال. يا جماعة أنا من صغري كنت أتمنى أني أشتغل عليه وأحبه، ولكن ما كنت مبدعة فيه أبدا، فحشوف دانا وين وصلت في هذا الإبداع. حاجات كثير نفسك كنت تسويها. أي والله كثير. دانا وين وصلتي في الشغل اللي بتسويه؟ الله سو كيوت. يا سلام يا سلام، هنشوف الكلوزات أصلا عليهم يعني مرة صراحة بنشوفها دائما في الانستغرام. دانا بنلاقي بيقول هذول كيف ايش يسووا، بنلاقي في ادوات حنتعرف عليها طبعا، بنلاقي في حاجات يعني التسريح حتى في عمل نفس الصلصال شيء يعني في ابداع، بس الله يعين الواحد عينه تتعب في ابداع كثير، لدرجه انه زي ما احنا شايفين مع دانا نتخيل انه من جد كوكيز للاكل، ما نتوقع ابدا انها صلصال. متى بديتي هذا ال 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 بديتها في عام 2015 والحمد لله على طول يعني تدربت عليها وعلى طول مارستها كمهنة وبس الحمد لله. أسمعي والله احنا نجيكي أحسن لأنه كذا ما ينفع، في حاجات لازم تنشاف عن قرب، وحنشوف الدحين الكلوزات. يعطيك العافية بتوه. يا سلام يا سلام، تقف هنا هناك أنا طيب. يا سلام كوكيز ها؟ أيوة. وإيش الأدوات اللي بتستخدميها يعني؟ بس أغلب الأدوات هي إيدي وأحياناً الرول بس رول الفرد. فين الرول؟ ما شفته معي. بس انك سويتي بيدك، مديك تسوي بيدك ما شاء الله. ايوه ايوه في ناس يفتقروا للحرفه هذه وصعب ان الواحد يسويها. عندك اللون الشوكليت وعندك البيبي يلو وبيبي ريد والبينك والابيض. بس بعرف دانا ليه حطيتي هذه الحديده في الكوكيز؟ هذه عشان بعدين ادخل فيها الحلقه ومنها للميداليه نفسها تتعلق. تتحط ايه؟ تتعلق فيها كميداليات او سلاسل. هذا الصلصال حينشف قدام؟ لا بس بالفرن. بس بالفرن ينشف. بالفرن ايوه. حلو. بعد كده ما تدهني بماده معينه حسب عشان في قطع يحتاج لها قطع لا، والماده هذه الملمعه تكون مو للحمايه فقط للتلميع. للتلميع فقط. أيوة. حلو. وافضل انها تكون بلمعه ولا من غير ولا على حسب؟ لا حسب الرغبه. حلو. كمان عادي. حلو. طيب نبغى نعرف دانا، انت تعلمتي على هذه المهنه لحالك وموهبه جميله اكتشفتيها فيكي، ما حاولتي انك تطوري منها تخليها مشروع تستفيدي منه على المدى البعيد؟ الحمد لله انا خليتها مشروع حلو ومهنه، والحمد لله دحين بدرب فيها كمان. جميل الحمد لله. فحتى بشترك في كثير بازارات منها عشان اعرف الناس على هذا الفن اكثر. وبس يعني بلقى الحمد لله اعجاب كبير بهذا الفن اللي بعمله، لأنه لسه مو منتشر. صحيح. لسه ما هو شائع في المملكة. فيعني الحمد لله. حلو. طب في شيء ثاني راح تسوي لنا هو غير الكوكيز؟ إن شاء الله. فين المارشميلو؟ معلش أنا عشان أسوي كوكيز في البيت ففي حاجات كده أحسها. هذه الألوان اللي حنحتاجها للمارشميلو. مارشميلو أوكي. أيوة. طريقة عملها جدا بسيطة. ما يبغى له عود أسنان عشان يصير يتحط في العود الأسنان كأنه حكشوي ولا ما يحتاج؟ أنا آسف. لا ما بحتاج. الحلو انه هذا الصلصال اللي انت مستخدمته ممكن انه ما يخرب بعدين اذا حطيناه في الفرن خلاص يتصلب في الفرن. خلاص يتصلب. ايوه ويدوم معانا يعني ما يخرب تعبك اللي انت بتشتغلي فيه بالساعات. لا ابدا بعدين لما تتصلب تصير يعني لا تتاثر لا بالشمس ولا بالمويه ولا حاجه. جميل. كذا خلصنا المارشميلو جدا سهل. انا حسيت طيب القطعه الصغيره تكون بس معلش هذه الاداه تفضلي بس يعني شوفي ايش بعدين بس نقص الاطراف كأنها لتجي في الأكياس. أيوه. هتوصيها بالنص ولا هتخليها زي ما هي نفس المقاس؟ لا هخلي أنا دحين عملتها أكبر من أي مرة بس عشان يعني تشوف كويس. وبس بعدين هذه الإبرة. خلاص كده خلصنا. في الفرن قديش يقعد؟ الله يسعدك يا رب. قديش يقعد في الفرن؟
حسب قوة كل فرن، يعني أنا فرني بس 10 دقائق، في بنات يحتاجوا يحطوا نص ساعة. هي على كم الحرارة؟ 170 مثلا 200؟ لا لا 100 100 150 130 بس. غير كذا ممكن تنحرق ما تتاكل. أكيد أيوه أيوه. طب نبغى نعرف دانا، يعني إذا أي أحد حاب إنه يتقن هذا الفن، كم من الفترة يحتاج من التدريب؟ والله حسب من شخص لشخص، يعني أنا الحمد لله ما أخذت مني فترة طويلة، يعني بسرعة بديت وأتقنتها. الأشخاص اللي دربتيهم؟ اللي دربتهم ما شاء الله مبدعين، بس لا أيوة ممكن بعضهم يبغوا كمان شهر تدريب. يعني فترة التدريب بتكون شهر؟ أيوة. وبعدها تتحدد إذا يحتاجوا أكثر من شهر أو لا؟ أيوة أيوة. إيش نوع الصلصال هذا؟ أي صلصال عادي؟ لا صلصال حراري، هذا غير الصلصال العادي ما بينشف على الهواء. وفي منه الوان في السوق مليان يعني. ايوه ايوه. طب ليش لكن هذه الالوان الفاتحه انا بتحكم فيها، يعني الاصفر هذا بيكون مركز جدا اصلا. انا بدمجه مع الابيض بخليه كذا بيبي يلو. اوكي. أيوة. يعني في الوان معينه اذا ما لقيت الصلصال بالالوان اللي انت تبغيها؟ أيوة. هل في الوان معينه نقدر نلون فيها الصلصال؟ لا والله للاسف. زي الرسم يعني بدي تجي الالوان تدمج الالوان. ايوه ايوه يعني تدمج العجين عشان تطلعي الوان تحتاجيها. ايوه ايوه، لانه اغلب الوان الصلصال الحراري مركزه بين الاحمر والفوشي والغامق والكحلي. فانا بلعب بالالوان عشان اطلع مثلا هذا البيج اصلا كان بني. ايوه انا دمجته مع الابيض لين طلع لي هذا النتيجه. طب ليش الاكل ليش ماكولات مواد غذائيه ليش ما يكون شخصيات كرتونيه حاجات ثانيه؟ يعني هو انا ملت ليها اكثر والناس يعني حبتها اكثر، والايس كريمات الصغيره والاشياء هذه. ايوه يعني هي لطيفه وشكلها حلو اصلا. ايوه الناس مالوا لها اكثر. أيوة يعني حبوها. ممتاز. طيب نشوف المارشميلو عند مين؟ ها عندك. طيب دانا متى نقدر نضيف الاكسسوارات اللي حابين انها اننا نضيفها على الصرصال؟ بعد ما تخبسيها، بعد ما اطلعها من الفرن. حلو. انا كذا بقول دايما حلو، يعني كانها من جد يعني اشياء بتنخبز. ايوه وكدا. ايوه بس انها كل حاجه ميني ميني تكون صغيره. ممكن تحط تحتها قصير او ورق ورق زبده. ورق زبده الابيض لازم ورق الزبده. ورق زبده. أيوة. طيب غير كذا الماده اللي تعطيها لمعه اذا في حاجه تبي تلمعيها. أيوة البرنيش. ايش هي الماده؟ المناكير الشفاف ولا لا؟ لا ماده البرنيش خاصه بالصلصال الحراري. انا قاعد احاول مناكير شفاف يا ما اعرف، قلت بشوف انستغرام بيحطوا حاجات كثير. ايوه يستخدموها بالمناكير فقلت ممكن يعني تيجي تزبط معايا لكن لم تزبط معايا. لا لا ورنيش شفاف يعني. أيوة. حلو اوكي. طب دانا انا شايفه هنا على الطاوله اكياس ممكن نفتحها؟ هذه هدايا لكم. اوه ثانك يو. تفضل تفضل. شكرا الله يسعدك. شكرا لك عشان لازم نوريها المشاهدين، يعني اللي اشتغلتي عليها حروفنا لازم نوريها المشاهدين قد ايش ابدعتي فيها. ليش لون بينك لي انا؟ وانا لون كحلي يعني وكذا عشان لا ليه لازم انه والله بنت نعمل لها لون بينك؟ احس البنات غالبا بيميلوا لهذا اللون. الله يجيب لك الخير ويسعدك تستمر يا عادل. آمين يا رب. شكرا. طب دعنا هل تجيكي طلبات معينة من اللي حابين إنهم يستخدموا أو يسووا أشكال معينة، أشكال غريبة صادفتيها في يوم ما قدرت تسويها؟ أيوة يعني في مرة جات واحدة طلبت مني سيارة بهيكلها، ومرة واحدة جات طلبت مني جمجمة وسويتيها؟ فهذه لا هذه السيارة لما تشتري واحدة إن شاء الله شكلها صعبة الجمجمة تفاصيلها يعني. على طول على طول على طول احطها في الجوال وبشوف كيف تطلع الحين ادمان. اوكي حلو والله فكره فكره جديده. أي فكرة صراحه اول مره صراحه لقيتها في الهدف. يلا هذه اخذنا ان شاء الله اخذ نسبتي فيها. طب ابغى اعرف يعني هذا المشروع هو جميل جدا وممتع والواحد حتى يفرغ طاقته والستريس العالي فيه، لانه اي شيء في تركيز وفي تفاصيل تلاقي الواحد أيوة يروح الوقت وهو ما يعرف عن نفسه جدا. صح. فين حابه توصل في هذه الفكره؟ يعني هل تبي تكبر المشروع اكبر تخلي ناس تحتك يساعدوك؟ ايش الفكره؟ أيوة انا حابه ان شاء الله اني اكون مدربه كبيره لهذا المجال، لانه مو شائع زي ما قلت في المملكه. وفعلا البنات بيميلوا له بشكل كبير. فحابه اعلم فيه اكثر واكثر، والحمد لله في اقبال. يعني ما ينفع نسوي منه اكسسوارات سلاسل واسابيع؟ اكسسوارات هي للبنات. ايوه بسوي اثقم انا. من جد؟ والله. اي أيوة والله والله. وعمليه ها؟ معانا على الشاشه قاعدين نشوفها. يعني حقيقه الفكره مره حبيتها وجدا جميله، خصوصا انه يعني باقل التكاليف طلعي ابداع جدا جميل بحرفه ومهنه جدا جميله. وحبيت البيانو. هذه ممكن تسوي منها حلقه وسلسله هذا صح؟ ميني ميني. حلقه وسلسله ممكن تسوي منها اي شيء. ايوه ايوه اي حاجه. أيوة. صح. والستريس الموجود منها برضو تختاري خامات معينه عشان مثلا تضيفيها للسلاسل او الاساور. ايوه ايوه بختار اي شيء.
ايوه حلو، في تجيك طلبيات على الحمد لله، والاقبال اوسع في البازارات يعني. سعرك عالي بازار ولا ممكن اي احد يشتري؟ لا من بين 20 40. الله الاقبال والاسعار ايوه جميله. 60 مثلا الاسماء 60. كمان بتعملي اسماء؟ ايوه بس ابي اسماء. حلو انه هي سليمه وما فيها معدن وما فيها اشياء أيوة ممكن تضر. حتى لو سويناها للاطفال سلاسل وخواتم الاطفال البيبيز. ايوه صحيح جدا جميله حقيقه، حبيتها دانا. نشكرك على تواجدك اليوم معنا. شكرا ساعة شباب وحرفه جدا جميله، اتمنى لك فيها كل التوفيق. الله يسعدك، شكرا. الله يسعدك. ايميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب موجودين عشان خاطر عيونكم، ناخذ ايش عندكم من افكار وايش عندكم من افكار واقتراحات ايضا. كنت بقول افكار مره ثانيه، حنرجع لكم ان شاء الله بكره ايش اليوم خميس ويكند الاسبوع الجاي بس الهاشتاج موجود عشان نشوف في تويتر ايش عندكم. وبكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وراح نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي، ونتمنى لكم ويكند سعيد. وبكذا اقول لكم في امان الله، معكم انا لمياء غالب وانا كنت معكم طراد سندي، كونوا بخير دائما. السلام عليكم.